مكملين بفقرات صباحنا. صحيح، فرح متعودين دائما ضمن مساحات صباحنا غير يكون عندنا مساحة نستضيف فيها الأشخاص المعنيين من المؤسسات لنجاوب على استفسارات المواطنين من مختلف الشرائح. وبمساحتنا الحالية رح تكون أو نضوي على الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، هي الهيئة الفعالة بالحياة الطلاب والعديد من مناحي الحياة والوزارات. بعض الطلاب يمكن ما بيعرفوا الدور الأساسي والفعال للاتحاد، بيجهلوا شوية كيف طريقة التواصل معهم، وفي بعض الطروحات وردتنا منكم. كل هاي الأمور رح نطرحها على ضيفنا بالاستوديو الأستاذ عماد العمر، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. يسعد صباحك عن جديد أستاذ وأهلا وسهلا فيك. دائما في السؤال المطروح، أو البعض ممكن يجهل دور الاتحاد الوطني سواء في المجالس التعليمية أو في مكان مجلس التعليم العالي، خلينا نقول ما مدى أهميته وفاعليته دوره باتخاذ القرار؟ بالبداية صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين، وكل التحية لقناة الإخبارية السورية، وبحب حيي زملائي طلاب سورية وبتمنى لهم التوفيق بامتحاناتهم. هلا حاليا قسم كبير عم يقدم امتحانات عملية وقسم عم يقدم امتحانات النظرية، نحن بنثق بجهود وامكانياتهم ولمسناها بشكل حقيقي خلال الفتره الماضيه اللي هي كانت فتره صعبه طبعا على الجميع، وعانوا فيها الطلاب كثير. مع ذلك عن طلاب سوريا اللي نحن بنفتخر فيهم دائما، هن استمروا بتحصيلهم العلمي واستمروا بدوامهم بوجودهم بالجامعات، واستمروا ايضا طبعا بتفوقهم بتميزهم بابداعهم. هلا بصراحه يعني دور الاتحاد الوطني طلبه سوريا، طبعا الدور الاساسي للاتحاد معروف هي منظمه بتمثل شريحه الطلاب، فبالنهايه هو واجبه الاساسي او محور عمل الاساسي هو الدفاع عن حقوق الطلاب ومصالحهم سواء ثقافيه ولا اجتماعيه ولا علميه، ومن ضمنها طبعا المجالس الجامعيه واللجان المختصه اللي هي بتعالج اوضاع الطلاب، وبنفس الوقت هي بتصنع القرارات اللي خاصه بالطلاب وبتلمسهم. وجود الاتحاد كجهة بتمثل الطلاب في هاي المجالس هو أمر هام جدا. أنا طبعا من خلال اطلاعي على التجارب العالمية بموضوع المنظمات الشعبية، وخلينا نقول اللي بتمثل شريحة الطلاب، أتوقع يعني اتحاد وطني طلبة سوريا كهيكلية وكتنظيم، وجوده بهاي القوة بكل المفاصل المعنية بالعملية التعليمية، أتوقع هو من التجارب النادرة الموجودة بدول العالم، أنه هي بموجب مراسيم بموجب قوانين هو موجود بكل هاي المجالس. فبالنهاية نحن واجبنا الأساسي ندافع عن دور الطلاب بهي المجالس وبهي اللجان. بالنهاية نحن طبعا لما بنروح باتجاه الدفاع عن مصالحهم هو بناء على التشاور معهم، بناء على استطلاع آرائهم والأخذ برأيهم، وهن كيف بيشوفوا حل المشكلة، لحتى نحن كمنظمة بتمثلهم بتروح بتدافع عنهم بهي المجالس. طبعا كل قياداتنا الاتحادية اللي بتمثل الطلاب هي قيادات منتخبة من الطلاب، فبالنهاية طبعا هن لازم هذا الممثل هو يكون حاصل على ثقة زملاء الطلاب بالانتخابات، وعنده الإمكانيات ومهارات التواصل وكل القدرات لحتى يمثلهم بشكل صحيح بهي المجالس بهي اللجان. تمام أستاذ عماد، ركزت على نقطة التواصل مع الطلاب، ولكن في بعض الأشخاص بيقولوا أنه التواصل ما هو كافي وليس فعال مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، رغم وجود هي المجالس اللي ذكرته ورغم وجود اللجان والانتخابات. برأيك اليوم مع التطور يلي التكنولوجيا يلي صاير والمتغيرات يلي عم تصير بسوريا، بحاجة لطرق تواصل فعالة أكثر لتوصلوا أكبر يعني لعدد أكبر من الشرائح الطلابيه؟ اللي هو بصراحه السؤال كثير مهم يعني، وهو تساؤل هو خلينا نقول اشكاليه حقيقيه، يعني اشكاليه انا ما عم بحكي على مستوى منظمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فقط، انا بشوف الموضوع بصراحه هو اعمق والاحاطه بكل الظروف المحيط. هي خلينا نسميها يعني هي ازمه الثقه، ازمه الثقه هي بالاساس هي موجوده ما بين المواطن وبين المؤسسات، هي لها يعني لها علاقه بثقافه المجتمع ولها علاقه بمجموعه من القضايا اللي نحن ما أنا بصدد هلا حاليا نتناولها ضمن الحلقه. هلا هون الاشكاليه، طيب انه الطلاب بيقولوا نحن ما عم نتواصل بالاتحاد، طيب اذا بدي اسال انا شخص بيمثل الاتحاد بيقول لك انا في حال التواصل، بدي اقول انا مثلا يوميا عندي مئات المراجعين لفروع الاتحاد لقياده الاتحاد، انا عم نظم مثلا الفعاليات سواء الادبيه ولا الرياضيه ولا الثقافيه الاجتماعيه، عندي انا عشرات الاف الطلاب اللي هي بتشارك بهي الفعاليات، طبعا في فعاليات والطالب موجود معي، يعني موجود معي على مدار يومين ثلاثه عم يحضر فعاليه. انا مثلا عم نظم المهرجانات السينمائيه، المهرجانات الادبيه، البطولات الرياضيه، يعني انا مالي هلا متاكد يعني اكثر من عشرات الالاف موجودين معنا.
مع ذلك أنا يعني بتمنى طبعا دائما الكل يتحمل مسؤولياته. يعني أنا بحمل المسؤولية بالنهاية للطالب، يعني أنت انتخبتني لكون ممثل عنك، بالنهاية لما أنا ماني جدير كون أنا مثلا ممثل عنك المفروض أنت ما بقى تنتخبني، أو المفروض أنت تجي تحاسبني. طبعا هذا الموضوع وفق خلينا نقول نظام الداخل الاتحاد، أنا منتخب ونحن أمام مؤتمرات سنوية. هاي المؤتمرات أيضا عم يحضرها عشرات آلاف الطلاب على مستوى الجامعات السورية، وهي المؤتمرات هي محددة طبعا ليتناول مواضيع لها علاقة بانتخاب قيادات جديدة، لها علاقة بتقييم المرحلة السابقة. فالمفروض لما الطالب هو بيشوف نحن ما نكفؤين مفروض يعيد انتخاب هي القيادات اللي بتمثله. بنفس الوقت يعني خلينا نقول يعني نحن كاتحاد صراحة حاسين بهذا الموضوع، بموضوع هي الإشكالية. لذلك رحنا نحن لدراسة الموضوع بطريقة منهجية بطريقة علمية صحيحة لنعرف نحن حالنا كاتحاد حاليا وين موجودين وين لازم نروح. نحن من أكثر من سنة ونصف عملنا استراتيجية لعمل الاتحاد، وهذه الاستراتيجية استندنا فيها بشكل أساسي يعني بكل مفاصلة على استطلاع آراء الطلاب من خلال استبيانات استهدفنا فيها الطلاب الموجودين بالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة. بنفس الوقت عملنا جلسات حوارية على مستوى كل الجامعات السورية وفروعها. طلبنا من الطلاب هي الجلسات هي استطلاع الآراء أنه أنت شو بدك من منظمة الاتحاد الوطني طلبة سوريا. بناء على هي الاستراتيجية وهي الدراسة اللي صارت نحن حددنا أهداف وحددنا عناوين أساسية وعم نروح باتجاهها. لذلك إذا بنلاقي هلا حاليا في مفاصل عمل جديدة بعمل منظمة، موضوع الاهتمام بالمتفوقين، اهتمام بالمتميزين، بالاهتمام بالطلاب الرياديين، مرتقى الاستثمار الريادي اللي عملناه من خلال حوالي تقريبا من فترة أسبوع. فهي المشاريع الجديدة هي كلها صارت بناء على استطلاع آراء الطلاب. الطالب هو مطلوب منه يتواصل مع منظمته، ومطلوب طبعا من المنظمة وقيادة الاتحاد هي يكون على حالة تواصل دائم. نحن المكاتب مفتوحة بتوقع. الأمر اللي حكيت عنه موضوع التواصل الإلكتروني هو هذا كان هم أساسي بصراحة، رحنا باتجاهه بطريقة حرفية بطريقة مهنية. حاليا نحن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد هي يعني جدا قوية. أتمنى مثلا يكون في مع حدا من زملائي المعني بهذا الملف بشكل دقيق، ولكن أنا بدي أقول قناة تيليجرام الخاصة بالاتحاد هي قناة رقم واحد بسوريا، يعني في أكثر من 110 ألف طالب عم يتابعوا من خلال كل القضايا الخاصة فيهم، الخاصة بالامتحانات، الخاصة بالأنشطة الاتحاد، كل الأمور اللي نحن عم نشوفها هي هامة ولازم توصل للطلاب. بالنهاية في آليات شكاوي إلكترونية وصلنا إياها، في مجال أمامه من خلال المراجعة بشكل مباشر ومن خلال الكتب المراسلات، فكل السبل هي متاحة أمام الطالب لحتى يتواصل مع الاتحاد. بما أنه ذكرنا أمور الشكاوي اللي بعض المشاكل يمكن حتى نتذكرها من خلال تجاربنا نرمين أنه ممكن تكون موجودة خلال بداخل الحرم الجامعي أو خلال سنوات الجامعية، في حال تعرض أحد الطلاب يمكن لتظلم بمادة معينة يحتاج لمراجعة، قد ايه ممكن اتحاد الطلبة ممكن ينصفه أو يساعد بأنصافه؟ هي نقطة. النقطة الثانية في أمور السكن الجامعي، لأي درجة اتحاد الطلبة ممكن هو يتابع أمور السكن الجامعي بشكل دقيق؟ تمام. هلا نحن بنعرف يعني سوريا هي دولة مؤسسات، وبالنهاية طبعا نحن الجامعات ومؤسسات التعليمية والخدمات اللي هي بتترافق معها يعني سواء المدن الجامعية، صندوق التسليف الطلاب، وكل خدم بحث العلمي وكل الأمور الأخرى هي موجودة مجالس، هي مجالس هي بالديرة، وبكل هاي المجالس طبعا ممثل الاتحاد الوطني طلب السوري، يعني في ممثل للاتحاد موجود فيها. الطالب إذا تعرض لمظلمة في عندنا لجان خاصة مثلا اسمها لجان الانضباط ولا لجان التظلم أو مجلس الجامعة اللي هو بالنهاية صاحب القرار النهائي، الاتحاد موجود فيها وبيدافع عن الطلاب بهي المجالس وهي اللجان. لهون بقى يعني خلينا نقول احنا لمسنا يعني موضوع انه الشخص اللي بده يدافع عن هالطلاب بالاضافه انه هو منتخب، نحن لازم هو يكون عنده مهارات تواصل وامكانيات. اشتغلنا على هذا الموضوع بقياده الاتحاد من خلال دورات حرفيه مهنيه على وسائل التواصل، اداره الجلسات او تنميه المهارات الطلاب وتنميه مهارات القيادات الاتحاديه ليمثلوهم بالشكل الصحيح. اتوقع يعني انا بدي اقول هذا الشيء يعني، وبالنهايه يعني الطالب هو ايضا من مسؤوليته ومن مهامه ان هو يتواصل معنا بشكل دائم في حال تعرض لمظلمه. كل السبل مثل ما حكينا متاحه، هو يراجع مقرات الاتحاد ليشرح المشكله، او اذا حابب يبعث المشكله الكترونيا، ونحن ما عم نطلب منه مثلا يحدد اسمه، او احيانا يكون في تخوف اذا انا اشتكيت على حدا من الاساتذه او على جهه معينه، هو بامكانه يبعث الاشكاليه ونحن بنتابعها. من خلال هاي المجالس وهي اللجان عم ندافع عن الطلاب وعم نحل مشاكلهم.
هون بقى يعني انا الشخص اللي بيتمتع بمهارات هو بحاجه ايضا لموضوع يكون محيط بكامل التفاصيل اللي المشكله لحتى هو يحسن يعالجها ولحتى يكون هو صاحب حجه قويه بالدفاع عن الطالب بهي المجالس. هون بتمنى من كل زملائنا الطلاب انهم فعلا يراجعوا فروع الاتحاد او الهيئات الاداريه. نحن الهيكليه التنظيميه تبدا من هيئات الطلابيه اللي هي على مستوى الكليات وعلى مستوى المعاهد وممثلين بمجالس اداراتها ومجالس الكليات، وبعدين مجلس بعدين فرع الاتحاد اللي هو ممثل بمجلس الجامعه، بعدين المكتب التنفيذي اللي هو ممثل بمجلس التعليم العالي، وكل اللجان اللي بتنبثق عن هي المجالس نحن ممثلين فيها. فهم مسؤوليه الطالب، نتمنى لما يتعرض لاي مشكله او يكون صاحب مبادره او صاحب فكره نتمنى يلجا الاتحاد، ونحن بنقدم كل الدعم وكل الرعايه. ما يخص المدينة الجامعية طبعا أيضا بنفس الآلية، نحن موجودين يعني الهيئة المركزية اللي هي بتدير المدينة الجامعية وأيضا في مجلس إدارة المدينة الجامعية نحن كاتحاد ممثلين فيه، وعم نتابع كل الشكاوي، عم نتابع كل القضايا اللي بتحصل بالمدينة. لقد البعض يسأل أنه قديش أنتم راضين عن واقع المدينة الجامعية أو مثلا الشيء اللي عم بيصير بالمدينة الجامعية، طبعا كلها أسئلة مفتوحة ونحن تعودنا نجاوب بكل شفافية. هلا بالمطلق ما في رضا عن واقع المدينه الجامعيه، طبعا هذا ما هو انطباع الاتحاد فقط، يعني اذا انت سالت الاشخاص اللي عم بيديروا المدينه الجامعيه انه انتم شو رايكم بالمدينه الجامعيه سواء مدير مدينه ولا الطاقم الاداري او المعاونين المسؤولين عن شؤون الطلاب الكل، حتى اذا بنسال الجامعات اللي هي عمليا مسؤوله بشكل مباشر ما في حاله رضا عن واقع المدينه الجامعيه. هلا بقول شو الاسباب كثيره، يعني انا بشوف يعني انا احد الاشخاص اللي كنت ساكن بالمدينه الجامعيه وعلى اطلاع بواقع المدينة الجامعية سواء بفترة اللي قبل الحرب أو بفترة الحرب. نحن بفترة الحرب صراحة مرينا بظروف كثير صعبة وخاصة الجانب الاقتصادي، يعني نحن خلال كل فترة الحرب ما تم بناء وحدة سكنية جديدة، يعني بنفس الوقت نحن ما تم إخلاء المدن الجامعية. نحن الآلية اللي كانت تدار فيها المدينة الجامعية الطلاب بيسكنوا خلال العام الدراسي وفي فترة صيف، هاي بفترة العطلة النهائية خلينا العطلة الصيفية كان عم يتم فيها اجراء صيانه للمدينه الجامعيه. نحن نتيجه ظروف الحرب صراحه صار في دورات اضافيه، صار في مراسيم، صار في طلاب التعليم مفتوحين بحاجه يسكنوا، ما في فرصه ما كان في اي فرصه انه انت تعمل صيانه كامله للمدينه الجامعيه، كانت دائما صيانات جزئيه، صيانات خلينا نسميها كانت اغلبها ترقيعيه خلينا نقول، ما كانت تعالج المشكله بشكل صحيح. الامر الاهم هو الطاقه الاستيعابيه، يعني احنا خلال فتره الحرب قبل فتره الحرب كان في معايير، يعني اما الطالب اذا كان من ريف دمشق فرضا ما بيسكن مدينه جامعيه، اذا في مسافه 60 كيلومتر هو بين مكان اقامته وبين مكان دراسه ما بيسكن بالمدينه الجامعيه. فتره الحرب صار حاله النزوح الكبيره، الظروف الاقتصاديه صعبه. الامر الاخر موضوع الاستضافه، يعني انا في محافظات كامله وفي جامعات طلعت عن السيطره، طيب هدول الطلاب وين بدهم يروحون؟ جامعه حلب بتذكر انا بمرحله معينه سكرت الطرق على جامعه حلب، محافظه الرقه مثلا الطلاب اللي كانوا موجودين بجامعه الفرات، الطلاب اللي موجودين بجامعه حلب بفرع ادلب، بعديد من الفروع طبعا اللي هي طبعا خرجت عن السيطره، فهدول الطلاب راحوا على جامعات اخرى وعم يدرسوا باختصاصات مماثله لاختصاصاتهم اللي نحن سميناه نظام الاستضافه، امنا سكن الجامعي لكل هؤلاء الطلاب، فالغرفه اللي كانت تسع لاربع اشخاص بصراحه نحن قعدوا فيها 10 وقعدوا 12 و13 و14 لانه كانت الظروف صعبه جدا. هذا الموضوع ايضا ادى الى اهتلاك المدينه الجامعيه بطريقه اسرع، وحكينا عن واقع الصيانات الصعب، كل هي الظروف ادت انه واقع المدينه الجامعيه الحالي ما هو بالشكل المطلوب. طبعا هو ضمن اهتماماتنا وضمن الاولويات، وبلش هلا حاليا بدت تبلش الظروف صارت احسن، الطلاب رجعوا لمحافظاتهم، تغيرت الظروف الامنيه، وقفنا نظام الاستضافه، هلا صارت الامور اريح، عدد الطلاب صار اقل، ولكن الواقع الاقتصادي الصعب والحاجه الماسه للطلاب، في شرائح كبيره من الطلاب اللي هي ما كانت تسكن بالمدينه الجامعيه اللي كان قادرين يستاجروا، حاليا صار الموضوع كثير صعب، فزادت الرغبه على المدينه الجامعيه. كل هاي التفاصيل طبعا نحن عم نتابعها اكيد، ومتعهد بزملائنا الطلاب انه كل هاي القضايا نحن بنتابعها، وبتمنى نحن ايضا يراسلونا فيها اول باول يعني. تمام. طيب استاذ عماد، هيك خلينا نحكي بالرؤيه اليوم الجديده للاتحاد الوطني، اكيد في معوقات ذكرتها كلياتنا بنعرفها، وفي عندكم نظره اليوم لتطوير هذا هي المؤسسه اذا بدنا نقول،
ابتداء من التنسيب إلى من أنا نقوم بالاتحاد الوطني، ما بعرف إذا كل اليوم طلاب الجامعات هم منسبين للاتحاد أو عم تصير هي يعني بشكل روتيني عم يعبوا طلب يعني بدون ما يعرفوا هذا الاتحاد شو بيقدم لي، أنا ليش لا يعني شو بستفاد إذا كنت بالاتحاد؟ خلينا نحكي عن رؤيتكم تكون القادمة ابتداء من الانتساب، وأي معلومة هيك حابب تخبرنا إياها؟ اللي هو الموضوع صار كبير يعني بصراحة، إذا بدي بحاول باختصار طبعاً إنه ضوي على النقاط اللي حضرتك تفضلتي فيها. نحن كاتحاد طبعا من اللحظه اللي طالب بينجح فيها بالثانويه عمليا هو خلص المرحله الثانويه صار مقبل على مرحله جديده سواء بالتعليم سواء بالكليات او بالمعاهد، يعني هي خلينا نسميه مرحله ما بعد الثانويه. يعني هلا نحن من هاي اللحظه ببلش هو صار بقى ضمن اهتماماتنا وضمن مسؤوليتنا نحن كمنظمه. يعني انا بهاي اللحظه هو نجح انا قلت له مبروك تفضل لعنا، فباللحظه اللي بيجي فيها على المدينه الجامعيه هو عم يجي على شيء اسمه المفاضله، يعني نحن مراكز المفاضله الموجوده بالجامعات السوريه وبفروعها طبعا على مستوى كل المحافظات. هون صار مسؤوليتنا نحن عم نقدم له الارشاد، نحن عم نقدم له النصيحه كيف بيعبي الاستماره، كيف بده يتجنب كل الاخطاء اللي عم بتصير بفتره تسجيل على المفاضله، بالاضافه طبعا رحنا باتجاه فعاليات. لما بتحكي عن رؤيه الاتحاد صراحه هي رؤيه كبيره، يعني اذا بدي نحن شفنا دور الاتحاد خلال المرحله الماضيه قيمناه، واقع الاتحاد الحالي درسنا كل الامكانيات، بالاضافه نحن وين بدنا نروح المرحله القادمه. لبهي الجزئيه لما بحكي انا عن موضوع المفاضله، نحن سابقا كان عندنا لجان ارشاد هي بتقدم النصيحه، رحنا باتجاه موضوع اعم واوسع، عملنا مبادره سميناها مبادره عينك على اختصاصك، نفذناها السنه الماضيه واللي قبلها. بهي المبادره وضحنا للطلاب اللي بده يجي يقدم على المفاضله شو هي الاختصاصات الجامعيه الموجوده على مستوى سوريا بالكامل، سواء يعني تعليم مفتوح او افتراضي او تعليم حكومي، وشو هي المتطلبات انه انت تدرس، وشو هي فرص عمل خريجي هاي الاختصاصات. فبيجي الطالب بعدها نحن رحنا لمرحله اسمها المؤتمرات الطلابيه، مرحله المؤتمرات الطلابيه ايضا غيرنا الاليات، طبعا كل شيء نحن عملناه سواء بهي المبادرات ولا بموضوع الاليات كله كان بناء على استطلاع ارائهم، غيرنا الاليات الانتخابيه صارت الانتخاب عندنا الكتروني، غيرنا طريقه الانتخاب، غيرنا مثلا الشريحه وسعناها اكثر اللي هي تنتخب القيادات الطلابيه لحتى يجي القائد الطلابي اللي بيمثل الطلاب بناء على رغبتهم، بناء على رغبه الشريحه الاوسع. بعدين رحنا بموضوع المبادرات ورعاية الأنشطة وخلينا نقول نرعى المبادرات اللي تقدموا فيها الطلاب، أيضا درسنا مثلا نحن مرحلة الأزمة وركزنا نحن على المبادرات اللي هي عمليا بتخفف العباء الاقتصادية عن الطلاب وعن أسرهم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة. شفنا مثلا صندوق التسليف الطلابي، عملنا دراسة متكاملة على صندوق التسليف الطلابي واللي هو طبعا لاقى اهتمام ورعاية من السيد الرئيس والسيدة الأولى أسماء الأسد اللي التقت هي مع مجلس الإدارة وتم بتوجيه الدعم لهذا الصندوق، ووزعنا نحن عشرات آلاف القروض على كل الطلاب اللي تقدموا، أي طالب تقدم لقرض حصل عليه. بالإضافة ركزنا بهي المبادرات انه طبعا نحن مثلا توزيع كمامات على الطلاب، حاولنا نعمل تطبيقات الكترونيه هي بتتيح انه توصل كل الكتب الجامعيه المحاضرات للشريحه اوسع من الطلاب، نعملها يعني بصراحه مجال عمل كثير واسع. طبعا وانا بتمنى طبعا يعني اي طلاب عنده مبادرات ايضا يتواصلوا معنا لحتى نحن نرعاها لحتى نحن نتبناها، يعني هو مجال واسع بصراحه اذا بدي ادخل باستراتيجيه برؤية الاتحاد هو الموضوع كثير واسع، يعني بتمنى يعني جزء تكون الفرصة لاحقا بحلقات اوسع، يكون مدة اوسع لحتى نحسن نحكي عن كل هي التفاصيل. اكيد الانتساب انت حكيت حضرتك انه الطالب، هل اي طالب هو متاح امام انه يكون موجود ضمن نحن؟ حكيت حضرتك عن نقطة انه هو منتسب، نحن اي طالب دخل الجامعة هو منتسب تلقائيا للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. نعم هذا الموضوع ما لانه نحن لنا غاية ليكون الكل معنا، هي القضية مانا هون، ليكون هو عنده الامكانية لحتى يترشح بالاستحقاقات الانتخابيه، انه انا الطالب لحتى بترشح على الهيئه الطلابيه او لفرع الاتحاد لازم يكون منتسب للاتحاد، البعض بيقول لك احنا ما كنا نعرف، انا ما صار لي شهر بالجامعه وانتم عملتوا استحقاقات، ما انا بالاساس ما بعرف شو هو الاتحاد وما تعرفت عليه بالشكل الصحيح، طبعا احنا فينا لقاءات مع طلاب مستجين، اي طالب سجل بالكليه عم نعمل معه لقاءات ونعرفهم على الاتحاد. يعني هي النقطه الاساسيه اللي حكيت فيها استاذ عماد، طريقه التواصل، اليوم التكنولوجيا مفتوحه امامنا، بضغطه زر رساله بتوصل لاكثر من 100,000 طالب، ذكرت قناه التليجرام،
يمكن هون المسؤوليه انه دائما نحن نبعث ببدايه السنه الجديده هي الحقوق اللي بتقدروا بتحصلوا عليها من الاتحاد، هذا الخط الساخن يلي ممكن تتواصلوا معه، واكيد مره عن مره لما نحن نلبي الشكاوى بتنبنى الثقه تلقائيا، انا حليت لي مشكله فرفيقي رح يعرف رح يلتجئ لكم. والمهم انا يعني خليني اقول عن الاتحاد يعني، وبالنهايه انا مسؤول عن كلامي يعني، ما بتوقع يعني في حدا راجع الاتحاد الوطني للطلبة السورية وكان عنده مشكلة، طبعا مشكلة تكون محقة يعني إلا عالج الاتحاد، ونحن يعني ماني بصدد هلا أذكر وعندي إمكانية أذكر كثير تفاصيل علاقة بالطلاب المستنفذين، طلاب الدراسات العليا، إشكاليات اللي حصلت معهم بالبحث العلمي، في كثير من القرارات اللي هي تطلع جزء الطالب هو ما بيعرف انه الاتحاد هو اللي تبنى هذا القرار وهو دافع عنه بالمجالس المختصه طبعا. نعم. بالنهايه هي ادوار متكامله يعني، احنا لما بندافع عن الطلاب ايضا الجامعه هي بدها تقوم بمهامها بهذا الموضوع، ولا سواء وزاره التعليم العالي المديريات المعنيه، نحن عم نوصل للطلاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالاتحاد كل الفعاليات والانشطه والكل، حتى الشيء الاعلامي الاخباري اللي لازم يعرفه الطالب، حتى الارشادات الامتحانيه يعني كل مرحله بالبدايه عم نقول له كيف بده يسجل، كيف يتجنب الاخطاء، صار طالب بنقول له كيف بدك تداوب، كيف بلشت الامتحانات عم ننبهه من محاذير الامتحانيه اللي لها علاقه مثلا بالقصاصات الورقيه، بالسماعات، باي مواد، يعني كافه هي الارشادات اول باول عم تصل للطلاب بشكل دائم، وبكون في لقاءات ايضا غير وسائل التواصل الاجتماعي. اكيد نحن نشكرك استاذ عماد على وجودك معنا اليوم، ويمكن كان في بعض الاستفسارات وردتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك قدرنا ناخذ من حضرتك اجابه، بتمنى لكم التوفيق يا رب، وشكرا لكل الجهود اللي عم تبذلوها. كل الشكر لك ويعطيكم العافيه. على شكرا كثير لك، وان شاء الله بلقاءات قادمه بنقدر نضوي على باقي الاستفسارات اللي ما اكيد لنا الشرف. شكرا جزيلا.